أخبار اليوم. خلاص هو المهرجان هو بيرد، يعني أنا كنت لسه بقول دلوقتي إن أكبر دعاية سياحية إقامة المهرجان، كان لازم يقام المهرجان، والأحداث اللي حصلت في مصر دي ممكن تحصل في أي مكان في العالم. بنأسف ليها، لكن الحياة بتستمر وبنكمل، والحياة هتكمل والسياحة هتشتغل ومصر بلد أمنة، وأنا متفائلة قوي باللي جاي إن شاء الله. دي أعظم اسم في تاريخ السينما المصرية والعربية، دي نجمة كبيرة قوي، دي حاجة قيمة عظيمة، هي والنجم العظيم عمر الشريف والأستاذ الجميل نور الشريف. النهاردة الحقيقة الأسماء دي أنا مش هقول اللي رحلوا، لأن هم ما رحلوش، هم عايشين بأعمالهم وبفنهم اللي بيسعدنا واللي بيعلمنا في نفس الوقت. أنا سمعت إن الفيلمين المصريين حلوين قوي، من النقاد اللي اختاروهم، يعني لسه ما شفتهمش، بتمنى لهم كل التوفيق.